بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير. إيه ان شاء الله هنعمل مع بعض إيه الطعمية المصري. الطعمية المصري إيه معروفة إيه بانها من ألذ الأكلات الشعبية اللي بنحبها كلنا، بتتعمل في السندوتشات، وبره إيه في الدول العربية بيحبوا قوي ياكلوها وبيسألونا عن طريقتها بتتعمل ازاي. احنا هنعملها، هي مفيش فيها اي حاجة، وهي مختلفة عن الطعمية السوري وعن اي حاجة تانية. الطعمية المصري مميزة بالفول المدشوش والكرات فقط، احنا هنستخدمهم هما الاتنين المكونين دول فقط، هيعملوا معانا احلى طعمية مقرمشة كريسبي، طعمها حلو مختلفة تماما عن الطعمية السوري اللي هي بيدخل فيها بقى الفول ويدخل فيها الحمص اللي بتتعمل بالحمص، او بيعملوها خليط من الحمص والفول المدشوش. عشان نعمل الطعمية بتاعتنا ان شاء الله معانا كده ربع كيلو فول مدشوش زي ما احنا شايفين، منقوع لا يقل عن 3 ساعات، الحبة بتاعته تكون اتباشت كده، مش باشت يعني اتبلت اتنقعت، بس مش بايشة يعني فيها قرمشة كده تقدري تاكليها تقرمش في بقك، ما تبقاش بايشة قوي او شاربة مية كفاية. وعندنا طبعا الكرات المصري ده احنا عارفينه، الكرات البلدي، عندنا حزمة من الكرات مغسول ومتنقي كويس متنظف، وعندنا الملح، وعندنا الكزبرة، الكزبرة مطحونة، مطحونة طحن خشن، وهي دي المكونات اللي هنستخدمها في الطعمية النهاردة. عشان نعمل الطعمية بتاعتنا هنقطع الكرات بتاعنا ده بالسكينة قطع صغيرة ونرجع مع بعض. انا قطعت الكرات معايا بالشكل ده، شكل عشوائي يعني مش بشكل منتظم ولا حاجة. هجيب بقى الكبة بتاعتي انزل فيها بشوية كده من الكرات، بسم الله، حطه الاول وبعدين انزل عليه بشوية من الفول المدشوش اللي انا نقعته 3 ساعات وغسلته كويس الاول قبل النقع مرتين ثلاثة لحد ما المية بقت شفافة، وبعدين نقعته 3 ساعات وبعد النقع غسلته تاني علشان اتخلص من كل الغازات اللي موجودة فيه، لان البقوليات احنا عارفين بتبقى فيها كمية غازات عالية جدا. إيه عشان نتخلص من نفخة، خلاص حطينا الكمية اللي على قد الكبة بتاعتي ما تاخد. هحط معايا الملح بتاع الكمية دي، انا شايفة ان ربع معلقة من الملح كفاية جدا على الكبة دي، وهضيف معاها حوالي 3 معالق مية كده علشان الكبة بتاعتي تمشي، وارتب الكبة وابتدي بقى افرم الطعمية بتاعتي. بسم الله، زي ما احنا شايفين انا شايفة ان كده الخضار بتاعها كويس، مش المفروض نحط كمية كبيرة من الكرات عشان ما تبقاش لونها غامق، لان الخضار لو زاد عن حده في الطعمية بيخلي لونها غامق، واحنا مش عايزين الطعمية بتاعنا تغمق. هحاول انزل الجوانب كده كلها كويس جدا واضربها كمان ضربة، لو محتاجة معلقة مية اضيفها، واخلي بالي بقى في المرحلة دي عشان ما تلينش مني جامد، واضرب تاني. انا شايفة ان الطعمية كده قوامها حلو جدا ما شاء الله، جميلة جدا، الخضار اتقطع كويس واختفى. هبتدي بقى افضيها في البولة بتاعتي، وعشان اعمل بقية الكمية حاول كده اشيل السكينة على ما انزل الكمية دي واعمل باقي الكمية، لونها كده تحفة جدا وهشة وجميلة. هبتدي بقى اخد السكينة بتاعتي واكمل على بقية الكمية، انزل برضو بالخضار الاول بالكرات كله كده، هو حزمة الكرات على قد الربع كيلو فول. انا مش بحب استخدم البصل والثوم والحاجات دي، الكرات فيه نفس كل الخواص بتاع الثوم والبصل، لو انا ما عنديش كرات ممكن استخدم الكزبرة الخضراء والبقدونس،
وعشان اخد النكهة بتاع الكرات اللي هي الريحة اللي احنا عارفينها المميزة للكرات، بحط الثوم والبصل. لكن انا دلوقتي عندي كرات، فانا مش هستخدم الثوم والبصل، هحط الملح بتاعي. كل كبة بفرمها بحط الملح بتاعها عشان يبقى ملحها مظبوط، وهحط حوالي 3 معالق مية علشان الكبة بتاعتي تمشي، وابتدي اضربها لحد ما يبقى قوامها ناعم جدا وهشة، وهقفل عشان الصوت. بكده حبايبي انا فرمت المرة التانية زي ما احنا شايفين هشة ازاي، جميلة جدا، مفرومة كويس قوي، لونها تحفة، مش محتاجة اغمقه اكتر من كده ولا يبقى فاتح اكتر من كده عشان ما احسش ان انا باكل فول وخلاص. طبعا الكزبرة وظيفتها هنا انا هستخدمها في المرة اللي انا هحمرها دلوقتي، يعني في الطعمية اللي انا هقليها هحط عليها كزبرة على طول، حوالي معلقة صغيرة كده من الكزبرة، بتديها طعم خطير جدا، وهي ملحها مظبوط موجود فيها دلوقتي. بس هشيل دي اللي انا اللي في الكبة دي، هحطها في كيسة او في علبة تلاجة واحتفظ بيها المرة تانية لما احب اكل طعمية سخنة، اطلعها هتفك واستخدمها على طول. اما اللي هنحمرها دلوقتي هي اللي انا حطيت عليها الكزبرة، يعني انا ما بحطش الكزبرة على اللي هتتخزن، اللي هتتخزن او هتتفرز وتتجمد مش بحط عليها الكزبرة، لما اطلعها عشان احمرها ابقى احط عليها الكزبرة على طول دايركت كده خلاص. ومش بحط بيكنج صودا ولا كربوناتو ولا اي حاجة، لان هي لسه مفرومة ولسه فريش، فهي هتبقى منفوشة وهشة لوحدها من غير اي حاجة. هجيب بس معايا شوية سمسم، هجيب كده معلقتين سمسم معايا في طبق كده، اجهزهم جنبي علشان بقى وانا بحمر الطعمية. انا مش بقلب السمسم في عجينة الطعمية، انا بحط السمسم على الطعمية على ظهرها وعلى وشها من الجنبين وانا بحمرها، وهنشوف دلوقتي هنعملها ازاي مع بعض. هشيل الاول الطعمية اللي انا هخزنها، جبت كوباية كده حطيت فيها كيسة من بتاعة التلاجة علشان اقدر انزلها بسهولة من غير ما بهدل الكيس من بره. نزل كل الموجود في الكبة بتاعتي بالشكل ده وعلى الفريزر على طول، واطلعها بقى وقت ما احتاجها كده. خلاص زي ما احنا شايفين، لما بحب اعمل كمية كبيرة بعملها واخزنها بالشكل ده، خاصة بقى لو في رمضان عشان السحور تبقى شكلها بالشكل ده، اعمل اكتر من كيس مثلا 5 6 او 10 اكياس الكمية المناسبة ليكي، بعمل كيلو مثلا واشيله في الفريزر ابقى اعمله جنب السحور مع الفول مع الجبن مع الزبادي مع اكل السحور اللي انت بتحطيه تقدميه لولادك. وهنقلي الطعمية دلوقتي بقى، يلا ونشوف هتبقى شكلها عامل ازاي. هقلب بقى الكزبرة في الطعمية بتاعتي اللي هحمرها على طول كده، وانا ظابطه ملحها وكل حاجه. الطعميه ما بتحتاجش معايا لا فلفل اسود ولا اي حاجه، هي يا دوب الملح والكزبره والسمسم. وهنروح على البوتاجاز بقى، انا حطيت الزيت يسخن مش عايزاه سخن قوي عشان الطعميه ما تتفتتش مني، وهبتدي بقى ايه اشكلها وانزلها على الزيت. هبتدي بسم الله بقى اشكل الطعميه بتاعتي، هاخد قطعه من العجينه بالشكل ده احطها على ايدي كده اشكلها، واخد صباعين كده من السمسم انزل بيهم هنا، واخد الصباعين التانيين احطهم على العجينة من الناحية التانية عشان تبقى فيها سمسم من ناحيتين، من هنا ومن هنا بالشكل ده. اظبطها اظبط شكلها عشان يبقى شكلها منتظم كده وحلوة، وانزل بسم الله على الزيت. انا بقول بالتفصيل الممل عشان خاطر اللي مش عارف هاخد بقى، بس انا هعمل بسرعة في المرة التانية بالشكل ده، صباعين هنا وصباعين هنا بسم الله. لو عندك بقى الجهاز اللي بيشكلوا بيه الطعمية ده هيسهل عليكي بالشكل ده، بس انت بايدك تقدري برضو تشكلي عادي بسهولة جدا، وكل الستات المصرية شاطرة وعارفين بيشكلوها بسرعة ازاي.
كده اهو، وانزل على الزيت. هملى بقى الطاسه بتاعتي انا واخلص، ولما تحمر هنشوف مع بعض النتيجه بتاعتها، ومش هقلبها خالص غير لما تحمر من تحت عشان ما تتكسرش مني. واهم خطوه هنا واحنا بنحمر ان احنا ما ننزلش في زيت سخن جدا، يكون يعني وسط علشان الطعميه ما تنزلش تتفتت اول ما تنزل، لان هي خضار زي ما احنا عارفين وعجينه هشه ما تتفتتش مننا بالشكل ده. ما شاء الله الطعميه بتقب في الزيت وبتنفش من دون اي مواد رافعه فيها، لا صودا ولا اي حاجه ولا بيكنج باودر، عشان هي مخدومه كويس ومفرومه تمام. احلى طعميه سخنه تعمليها، تعملي سندوتشاتك بقى مع الشاي بالحليب كده وتقدمي لولادك. هنطلع مع بعض بقى الطعميه اللي احمرت معانا بالشكل ده، نصفيها من الزيت ونطلعها على مناديل المطبخ. شكلها تحفة والسمسم خطير عليها كده ما شاء الله. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شهية جدا وريحتها تفتح النفس، السمسم في الوشين. شايفين المنظر من هنا ومن هنا، من هنا ومن هناك، جميلة جدا. هكمل بقية الكمية بقى وارجع لكم. وده شكل الطعمية ما شاء الله، جميلة وهشة وما خدتش 5 دقايق في عمايلها، تحفة جدا، منفوخة وحلوة وبسمسم من كل جنب زي الفل. يلا قدميها بقى مع الطماطم، شطرنشات الطماطم والخيار والفلفل والزيتون وفلفينو بتاعك بقى، وظبطي سندوتشاتك وصحتين وهنا على قلبكم. يا رب يكون الفيديو خفيف وعجبكم، وان شاء الله تجربيها وتنول اعجابك. ولو عجبك الفيديو لايك وشير، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.